طيب يعطيكم العافية شباب. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل في الفايلز. هتلاقي على الجيت هاب ملفات مرتبة بشباتر، فبالتالي النوت بوكس المتعلقة بشابتر 7 هتلاقيها هنا موجودة. هذا النوت بوك احنا كنا نشتغل عليه المحاضرة الماضية. وتوقفنا عن جزئية انه احنا بدنا نقرأ الملف بالطريقة الثانية، صح؟ تمام؟ هو هنا reading the whole file method 2. طبعا في هذه الحالة، يعني الحالة الأولى يعني أذكرك فيها أنه أنت فعليا أنه أنت بتفتح الفايل من خلال الفايل هاندل، وبعديها بتروح بتلف عليه سطر سطر، فبالتالي أنه كل مرة أنه أنت تقرأ سطر بتعمل عملية ريد أوبريشن للهارد ديسك عندك، بيقرأ لك السطر بيطبع لك إياه على الشاشة أو بتعمل فيه كاونت، بعديها السطر اللي بعده بتعمل أكسس للهارد ديسك وهكذا. تمام؟ الطريقة هذه مختلفة، انه انت بتقرأ الملف كله بالكامل وبتحطه في الذاكرة. فبالتالي هاي فايل هاندل تساوي open. طبعا الاورجنايزيشن تبع الفايل انه برجع انا عملت اعادة ترتيب هنا للملفات، فبالتالي لاحظ معايا انه المجلد تبع الفايلز اللي كنا نتعامل معاه المحاضرة الماضية، عشان اصل وايش بدي اسوي؟ بدي اطلع فوق مجلد وبعديها بدي انزل تحت عند الفايلز. يعني سابقا كان النوت بوك موجود هنا برا، فانا رحت رتبته وحطيته في مجلد اسمه تشابتر 7 اللي بحكي عن الفايلز. فعشان هيك ايش بدك تسوي؟ انه انت بدك تقول له انه المجلد اللي بدك اياه اطلع لي مستوى لاعلى فوق وبعديها انزل لي تحت عند الفايلز. فبالتالي فعليا المسار انه هو عبارة عن نقطتين، معناته انه اطلع لي لمستوى فوق سلاش فايلز سلاش انبوكس شورت دوت تكست. تمام؟ واضح؟ نقطتين اطلع للمستوى الاعلى. يعني أنا وين موجود؟ موجود في الروت دايركتوري، في الجيت ريبوز، في الدبليو دي ام ام. حكيت لو قلت له سي دي نقطة، النقطة هي عبارة عن مؤشر للمجلد الحالي، مش حيصير اشي، حضلني مكاني. سي دي للمسار الحالي أو للمجلد الحالي ما أنت فيه موجود، مش حيصير ولا اشي. هذه متى بتكون مفيدة؟ تكون مفيدة انه انت اذا بدك تقول له مثلا عندك برنامج تطبيقي او اكسكيوتابل موجود في المسار اللي انت موجود فيه حاليا، عشان ما يدورش عليه في اماكن ثانية. بتقول له البرنامج اللي بدي اشغله اسمه بروج واحد مثلا دوت اكس اي. تمام؟ وين موجود؟ هيو في المسار بالضبط. هاي الفائدة تبعتها. اما لو عملت سي دي نقطتين، نقطتين معناها انه مؤشر للمجلد الاعلى، مش برا، مجلد المستوى الاعلى بالضبط، اللي هو وين حيروح؟ لهذا المجلد الاعلى بالضبط. تمام؟ فهنا لما اقول له اطلع لي فوق وبعديها في مجلد فرعي اسمه فايلز، وبعديها في المجلد الفرعي في عندك انبوكس دوت شورت، هذا برضه لسه داير ريلاتيف باث. او الخيار الثاني انه انت تحط المسار كله بالكامل. تمام؟ بعدين الخطوه الجايه او الخطوه الثانيه انه انت تقرا الملف كله بالكامل. كيف؟ من خلال داله اسمها ريد. من وين بتستدعيها هذه الداله؟ داله تابعه للفايل هاندل. فبالتالي هنا تكست بتساوي اوبن فايل هاندل دوت ريد. هيك انت قرأت الملف كله بالكامل. دكتور قلت التغيير لازم يكون فايل هاندل. كيف؟
لا 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 حط زي ما بدك. هيو هنا ايش حطيته؟ اف اتش تمام، وفوق حطيته اف هاندل. بتحكي اسمه متغير بالضبط، اختار اسمه زي ما انت عاوز. نعم. طيب هجيت لو انا عملت لك برينت للتكست، هل يعقل ان نطبعه كله؟ هاي شوف قدامك، شايف قديش بعمل سكرول؟ هايو كله معنا سلاش ان. طب برينت السلاش ان بتاخد تأثيرها وبتطبع لك اياه على شكل اسطر. لانه انت بتطبعه كرو تكست، كرو سترينج، لكن في البرينت كل الكنترول كاركترز بتاخد تأثيرها، شايف السلاش تي والسلاش ان وكل هاي الامور. بس زي ما انت شايف يعني انا بدي اروح على السل اللي بعديها بدي اضلني اعمل سكرول سكرول سكرول، فبالتالي هذا مش منطق. ايش الحل؟ الحل بدل ما انه انت تطبع الملف كله بالكامل، ايش ممكن تسوي؟ تشوف عينه منه اول 100 حرف. فبالتالي بقول هنا تكست اول 100 حرف سلايسنج هيك نقطتين 100 لا 100. هاي الشغلة ما تلخبطوش فيها تمام، وهاي بالبرنت. هاي هذا عند 2008 في عندك سلاش ان نزل لك اياه، وعشان تكون انت متاكد انه هم عباره عن 100 حرف بدنا نشوف الطول تبعهم بالضبط 100. وهذا الكلام انا حكيته في السلايسنج، انت عشان ما تلخبطش فيه مره ثانيه تمام، بدي ارجع اكرر لك اياه هنا. حكيت هذا الكلام لما اجي انا اقول تكست زي هيك واقول مثلا 3 ل 9 او 7 فجيت كم حرف عندك؟ يبقى النمبر اوف كاركترز كيف بدك تجيبه؟ ببساطه قول 7 ناقص 3، فبالتالي عباره عن 3 احرف. أربع أحرف. إذا ممكن بالله تسكر الشباك من عندك من وراء. هجيت بنظام الإندكس اللي هو الإندكس الرابع 4 5، لا إندكس مش حرف، والسادس إيه عفوا أنا بادي من 3 عفوا، هنا 3 4 5 6 هايهم 4 أحرف. أما بخصوص الأحرف أنت بتبدأ الإندكس من زيرو تمام، الحرف بتقول الحرف الأول الثاني، فبالتالي الحرف الأحرف 4 5 6 7 4 أحرف. لاحظ الفرق؟ انه اذا انت بتتعامل مع انديسيز بتقول الاندكس الثالث والرابع والخامس والسادس، 7 مش انكلودد كانديسيز. اما اذا انت بتتعامل مع احرف بتقول الحرف الرابع، لانه اندكس 3 معناته الحرف الرابع، احنا بنبدا الاندكس من زيرو، الحرف الرابع الخامس السادس السابع. فبالتالي هنا لما اجي اقول لك هذا قديش طوله؟ 100. كيف عرفت؟ 100 ناقص 0. فبالتالي الأحرف من 1 لغاية 100 والإندكس من 0 ل 99. فبالتالي اوعك تتلخبط في الشغلات هذه تمام؟ أي حكيت لك إياها بشكل متكرر عشان إنه تكون طيب. لو سألتك سؤال كم
عدد الأحرف في الملف. قديش عدد؟ لين؟ للتكست ببساطة. يبقى في 94,000 حرف و626. جيت هنا كم عدد الكلمات في الملف؟ كيف؟ لا 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 لا، شو على شو دخل؟ شو دخل؟ lentext.split. في 8272 كلمة. طيب عدد الأسطر في الملف؟ ثواني بس. عدد الأسطر في الملف بنفع نجيب في الطريقة هذه. الطريقة الأولانية كنا نعمل line، نريد line by line ونعمل count. هنا بنقدر نجيب ولا لا؟ سلاش ان للايش؟ للين؟ للتكست؟ أجد؟ أبحث عن الـ Ctrl M سلاش ان. ماشي، يبقى بعمل ايش؟ كاونت للان؟ كاونت للسلاش ان؟ ألف وتسعمية وعشر. فاكرين نفس الرقم اللي فات؟ صحيح. طيب في طريقة تانية؟ نفس سطر نيو لاين لاين. زي هاي تمام. بتصير بدل سبليت على الوايت سبيس اللي هو الديفولت بده يكون سلاش، فبالتالي انت مش محتاج ل ايش معناتها بالانجليزي او بلغه البرمجه، خلاص سلاش ان فرق. انت عندك سطر لانه اول سطر بنعدش اللي تحت عندك. كيف يعني؟ انت تعال اطلع على الملف. انت عندك الملف في البدايه اول ما طبعنا اول هنا اوله فيش سلاش ان تمام، لكن انت بتعده انه هاي اول عنصر بعديها ثاني عنصر زي هيك تمام. فبالتالي عدد السلاش ان بتكون انقص بواحد. صحيح. او اخر عنصر اخر سطر فيش فيه بالضبط. فهجيت انت هاي عشان تشوفهم بعينك ايش معناته انه هو بيقسم الملف لاسطر وبخزن لك اياهم في الليست، بدي اياك تشوفهم بعينك. فهذا الكلام ايش حامل؟ lines بتساوي هذا الكلام. واللاينز هذه بدي اورجي لك اياهم كلهم. لا، ايش بدي اورجي لك؟ اول خمس اسطر، 10 كثير تمام. فبالتالي هنا lines شايف هاي السطر الاول، شايف السترينج الكوتيشن تبعه كوما، هاي السطر الثاني، السطر الثالث، وهكذا. فبالتالي هنا عندك ليست اوف لاينز. متخيل الموضوع؟ يبقى اللي بدي اوصل لك اياه انه انت عندك التكست هذا هو عباره في الاصل عباره عن ليست اوف كاركترز. ممكن تعمل سبليت وبيصير عندك ليست اوف ووردز كلمات، وممكن انه انت تقسمه على اسطر بيصير في عندك ليست اوف لاينز. هاجيت المستوى اللي بدك تتعامل فيه مع الملف بيعتمد على حسب المسألة، وهذا الكلام انت بدك تعرفه لوحدك تمام.
مش حاجة أقول لك إنه قسمني الملف لأسطر وعمل لي كذا كذا كذا، لا، من نص المسألة أنت بدك تعرف إيش المطلوب منك بالضبط. واضح؟ واضح يا شباب؟ مبدئيا. طيب هيجيت إحنا شفنا المعلومات تبعت الملف اللي هي عدد الأحرف والكلمات والأسطر، بس هذا لوين؟ للشورت، لنشوف الكبير، نشوف الكبير أكم كلمة وأكم سطر وأكم حرف. فبالتالي هنا يأخذ هذا زي هيك إنه هنا بالضبط. يبقى هنا number of chairs للتكست. تفضل. قديش عنا؟ كم حرف؟ 6 مليون حرف، 6 مليون و667 ألف تقريبا. تخيل قديش؟ الملف هذا كتير كبير. طيب نشوف عدد نمبر، احنا جبنا على نمبر اوف كاركترز عدد الأحرف، نجيب نمبر اوف لاينز أو ووردز. خلينا نشوف. وبالتالي لين تكست دوت سبليت 54 547. تخيل مقارن هدول الارقام بالارقام تبعت الشورت، فرق كبير. كيف؟ كم سطر فيه؟ على ما اذكر 232,000. خلينا نشوف. يبقى النمبر ما شاء الله عليك. Length text dot split slash slash 132,046 بالضبط. تمام. خلينا نأخذ مسألة. اكتب برنامج لي عدد الرسائل البريد الالكتروني من الملف، طبعا الملف اللي هو تبع الانبوكس. نعم اللي هو الانبوكس اللي هو نفس هذا الملف. طبعا انت عشان تقدر تشوف الحل او تقدر يعني انه انت تعرف الحل، خليني اورجي لك هنا الفايلز، وهنا هاي الانبوكس. انا بدي اورجي لك الشورت عشان انا بديش افتح الملف الكبير عندي على البراوزر. هاي الشورت، بس ممكن يعني هو الشورت نفس الثاني هذا الانبوكس، بس انه مجرد انه هاي هذا بالضبط. هاي هاي شيء، هاي هنا from Stephen Marquardt at UCT at 2008، وهنا نفس الاشي from Stephen Marquardt. فبالتالي انه هنا بس ماخدين اول 1900 سطر وهنا كل الملف كله بالكامل. فبالتالي انه هيو فتح، فيش مشكلة. هاي كيف بدك تحدد؟ بدي اياك انه انت يعني تتمع وتفكر يعني معايا انه هذا عبارة عن تفريغ رسالة البريد الإلكتروني. طبعا معلومات البريد الإلكتروني بتكون الصيغة تبعتها زي هيك، بس التفاصيل هذه انت بتشوفهاش لانه انت بتكون تتعامل مع برنامج بريد إلكتروني مثلا زي الأوتلوك، بتكون انت عندك ظاهرة الحقول والشغلات هذه زي برنامج البريد العادي اللي انت متعود عليه. لكن في عندك مثلا معلومات إضافية زي ايش مثلا على سبيل المثال return path. شو هو ريتيرن باث؟ انه لو الرساله لو انا مثلا بعتت بريد على عنوان مش موجود، مش المفترض انه هي ترجع. صحيح. وين بدها ترجع؟ لازم صحيح. ترجع على حسب الريتيرن باث هذا بالضبط. تمام. وهنا ريسيفت انه اسم البريد او الميل سيرفر، البريد الالكتروني تبع البريد تبع الايميل، انه هي الاي بي تبعه. هل انت في البرنامج الاوتلوك بتشوف اي بيات؟
تفاصيل ما بتشوفهاش خالص. تمام. وهنا باي، وهنا هاي التاريخ. تمام. وهنا انت عندك تاجز اكس سيف ريسيفد. تمام. الى اخره. هذا كله لسه معلومات تفصيلية على البريد الإلكتروني. لكن نص البريد وينه؟ هذه الرسالة فيش فيها نص بريد. لاحظ هنا، هي عندك from Stephen، بس اللي from هنا بدون نقطتين. ارجع معايا، اطلع معايا هنا كويس. عندك وين؟ هاي from مع نقطتين، وهي تو بهذا الشكل. تمام. نص البريد اعتقد انه هو هذا. تمام. طلع لي هذه كل هالرسالة الاولى، هذه نص الرسالة. تمام. طلع لي على الرسالة الثانية from Lewis، نفس الاشي return path received x save received، وفي عندي هنا from ونقطتين يفترض، صح؟ هاي تو وفروم نقطتين، هاي هلوس. يبقى هذه رسالة البريد الإلكتروني الثاني، وهي المحتوى تبعه زي هيك، وهذه الرسالة الثالثة والرابعة. بالضبط. وانا بدي اعمل لك سكرول، يبقى خلص عرفت النمط. يبقى انت بدك تعد الرسائل، ايش بدنا تسوي؟ هنا الفكرة في الموضوع انه انت لما بدك توجد انه انت تعد الرسائل البريد الالكتروني، بدك تجيب كلمة مميزة. اكيد كل بريد الكتروني فيه له مصدر from. لا، الات كتيرة، الات كتيرة. يعني في عندك هنا ات، تمام، وفي عندك الات مكررة وفي مكان ما في الفروم نفسها، وهي فبالتالي مش بالضبط. فبالتالي from بدك تشوف قديش العدد تبعها، انه تعد عدد الرسائل، فبتلاقي انه عدد الرسائل صحيح. عدا عن ذلك انه الفروم نفسها ممكن تكون انه في داخل النص نفسه، داخل نص الرسالة، انا ما بديش اياه. فهنا 1797. لو تشوف التاج الثاني اللي حكى عنه زميلكم، هذا مع النقطتين برضو لسه بيعد 1797. فبالتالي ممكن تستخدم هاي او هاي. هاي الفكرة في الموضوع. فخلينا نتفق انه احنا بنستخدم الفروم، بدنا نستخدم الفروم. ايش هي خطوات الحل؟ من الاشي اللي انا بديتكم اياه، كيف ممكن احنا نعمل لين؟ طيب زميلك بيحكي انه انا عندي هاي التكست، فبالتالي هنا بقول تكست لين. لا، هو بيحكي انه تكست دوت كاونت فروم نقطتين. احنا شفناهم قديش عددهم 1797. تمام. هذه طريقة. بس هل هذه الطريقة آمنة؟ لو اجيت مثلا في نص بريد الكتروني انه بهذا الشكل. Hello friend. تمام. Here is ليش
the information of bank transfer. رحت بديت سطر جديد وقلت from مثلا Bank of America زي هيك. ساعتها بالضبط. نعم اللي هي الاكس سيف لين لإيش؟ مثلا لين للتكست وكام هاي لين تكست لما نقسم على فرونت زي ما احنا شوف انه بزود واحدة. طيب نحل حل منطقي انه انا بدي اياها بالاسطر، انا بديش انه اعمل سبليت، لانه السبليت اللي هنا ممكن يعملك سبليت انه ممكن تكون في بداية السطر او في نهايته. فهنا ممكن ببساطة انه اجيب اللاينز بتساوي open عفوا text dot split بروح بقطعها ل اسطر تمام، بعديها بروح بلف على اللاينز بهذا الشكل for line in lines وهنا الكاونت بتساوي زيرو وهنا if text او عفوا اللاين دوت starts with from نقطتين count بطبع الكام نفس ال هاي تمام. عارف هذه ايش اشكاليتها؟ اشكاليتها انه لو انه الفروم ما كانتش في بدايه يعني في بدايه السطر انه بعد لك اياها، فبالتالي هذه بتكون امن. كل فروم عنده تمام. هذه كمان مره بعد لك الفروم بغض النظر انه في بدايه السطر او مش في بدايه السطر. انا ايش بيهمني؟ اعمل كاونت للفروم اللي في بدايه السطر. فعشان هيك الاحسن انه انت تقطعهم وتستخدم لستارت ويذ. هنا صدفت انه ما فيش انا عندي في النص جوا انه فروم مستخدمه، لكن اذا صدفت راح يطلع عندك الرقم مختلف تمام. فهذه امن طريقه. نعم طيب ممكن احل بطريقه ثانيه؟ لا طريقه انه التعامل مع الملف، ان هنا قرات الملف كله مره واحده تمام. هيو من قراءتي هنا هذا التكست، خليني انسخ لك اياه هنا وهيو زي هيك عشان يبقى هنا ميثود واحد نو ريد. هي في الاحرى هذه انه ميثود اثنين لانه انا معرف لك اياها ريد ذا هول فايل. هجيت ميثود واحد يو ريد فايل لاين باي لاين بزبط بالطريقتين صح؟ فبالتالي هنا بده يصير انا عندي الفايل هاندل زي هيك وبصير بقول فور لاين ان فايل هاندل طبعا الكاونت بده يكون معرف اف اللاين دوت ستارتس وذ فروم نعمل كاونت count plus equal 1 ثواني بس يبقى ثواني بس طول بالك معي. حكيت الطريقة الأولى إنه أنا أقرأ الملف سطر بسطر تمام؟ فبالتالي هنا بفتح الفايل هاندل وبعديها بلف عليه سطر سطر. الطريقة الثانية إنه أنا أقرأ الملف كله بالكامل
تمام. حكينا انه هذه انه مش كتير يحبذ، خلينا احذف لك اياها، مش كتير يحبذ انه انت تستخدمها، لانه ممكن تكون عندك from مش في بداية السطر، مش في بداية السطر، تكون في منتصف السطر. فبالتالي احسن طريقة انه انت تقطع لأسطر وتلف عليهم سطر سطر وبطبع لك الناتج بهذا الشكل. حكيت السؤال انه نستخدم هاي الطريقة ولا هاي الطريقة؟ مدام طريقتين بتزبط، أي 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 واحدة أفضل؟ نقرأ سطر سطر ولا نقرأ كله في الملف الذاكرة؟ سطر سطر. ليه؟ طب بلاش هاي المسألة، بين الطريقتين مين أفضل؟ لا ما فيش حاجة اسمها في طريقة أفضل، عشان هيك أنت لازم إنه compare reading methods اللي هي line by line مع whole file. انت مبرمج لازم تطلع على تفاصيل تانية. حقيقة قراءة خليني اكتب لك اياها بالانجليزي. Reading file line. بقدرش، مش عارف. قراءته سطر سطر معنى ذلك إنه need disk read operation for every line. وانت اكيد بتتعامل مع الهارد ديسك، تمام، خاصة اذا ما عندكش SSD. عارف قديش انه الهارد ديسك بطيء وانت بتحمل الويندوز، انت قاعد تستنى وهو يحمل الويندوز، تمام. فبالتالي بيكون الهارد ديسك بطيء. تخيل انه انت بدك كل سطر بدك تقرأه بدك تعمل ديسك اوبريشن، كل سطر بدك تقطعه تقرأه بدك تعمل ديسك اوبريشن. لو عندك مليون سطر تمام. لكن في المقابل عندك بعض الملفات انه بيكون الحجم تبعها كتير كبير. قديش ممكن يكون كبير؟ ممكن يكون في عندك 100 قديش 100 ميجا، هذه ولا حاجه. انت عندك يعني اقل واحد فيكم الرام عنده في 4 جيجا صح؟ تمام. ال 100 جيجا ال 100 ميجا بالنسبه لل 4 جيجا ولا حاجه. لكن لو قلت لك انت في عندك موسوعه الويكيبيديا، لو نزلت المقالات كلها تبعتها، هو بيتيح لك انه تنزل كل المقالات اوفلاين. انا بحكي على النسخه الانجليزيه. عارف قديش حجمهم؟ اكثر من 35 جيجا. يعني حتى لو عندك 16 جيجا رام او 32 جيجا رام تقدرش انه تتحملهم كلهم على الذاكره، فيش عندك وسع. فانت ايش افضل طريقه انه انت تسويها؟ صحيح انه ابطا، بس يعني بتعطي لك مجال انه انت تتعامل مع الملفات الكبيره تقراها سطر سطر، فبالتالي كتير مناسب انه انت تعمل معها. يبقى هنا محتاج انه تعمل read operation لكل line، تمام. فبالتالي so it is slow but it is useful for large files. في المقابل reading the whole file is fast. Faster يعني أسرع من طريقة line by line. Faster line تمام. لا اللي هي هاي الطريقة هاي. تمام. ولكن you can not use it for large file.
لو كان عندك جهاز محترم الرام فيه 100 جيجا في أجهزة زي هيك، في سيرفر زي هيك إنه أنت تكون أنت عندك الرام 100 جيجا عادي جدا، فبالتالي إنه ممكن إنه هذه الطريقة أسرع لو أنت يعني معني إنه أنت تخلص شغل بطريقة أسرع، فممكن تستخدم هاي الطريقة. تمام؟ طيب خلينا نتوقف هنا، والمرة الجاية إن شاء الله بتكمل مسائل إضافية. في حد عنده سؤال؟